ينضم إلينا من الدوحة مراسل الغد يمان شواف. مرحبا بك يمان، نبدأ معك من مباراة البرازيل وكرواتيا المنتظرة. نعم صلاح، طبعا كان الأمس واليوم حالة من الهدوء، لكن هذه الحالة كسرتها الأفراح والاحتفالات التي انتشرت يعني على في كل أرجاء الدوحة للجماهير العربية ليس فقط المغربية بعد الفوز الذي حققه المنتخب المغربي على إسبانيا وحالة الفرح التي سادت هناك. كان من المفترض أن يكون هناك هدوء، ولكن هذا الهدوء لم يعني كسره الجماهير العربية، واستمرت يعني الأفراح والاحتفالات حتى الصباح. غدا ستعود المباريات مجددا وستعود الملاعب واستقبال المباراة طبعا المنتظرة. كنا يعني خلال اليومين الماضيين كنا لا نرى فقط الجماهير المغربية والعربية بكل الأعلام العربية. ليلة أمس بدأنا نشاهد الجماهير الكرواتية والبرازيلية التي بدأت أيضا بالاستعداد لهذه المباراة القوية المرتقبة التي ستكون طبعا مساء غد. كل يعني الحظوظ تبدو وفقا هنا لمتابعين للبرازيل، إن لم تحدث أي مفاجآت الجميع يقول أن البرازيل قوية وقادرة على اجتياز كرواتيا، ولكن يبدو أن المنتخب الكرواتي لن يكون ندا سهلا أمام المنتخب البرازيلي. إذا دعنا ننتظر حتى الغد، في حال حققت كرواتيا مفاجأة وانتصرت على البرازيل المرشحة بقوة، بعد ذلك سيكون هناك أيضا مباراة قوية بالضبط الأرجنتين وهولندا. الأرجنتين وهولندا نعم أيضا هي مباريات قوية. هنا الليلة أمس كنت أشاهد الجماهير الأرجنتينية كانت تهتف وتغني، ويبدو أن الجماهير الأرجنتينية يعني هم الأكثر مقارنة مع الجماهير من هولندا، وهذا واضح حتى في الشوارع هنا في الدوحة. إذا ستكون هناك يعني غدا بعد هذا التوقف ستكون مباريات قوية جدا، هذه المباريات التي يتوقع أن تكون الملاعب ممتلئة بشكل كامل. الجميع هنا يسأل عن التذاكر، بعض الجماهير تذهب إلى الملعب ولا تملك التذاكر وتحاول الحصول على تذكرة. يعني كنت التقيت مع عدد من الجماهير من جميع الجنسيات تقول أنها تود الحصول على تذكرة، تود الوصول، خصوصا أننا الآن وصلنا إلى المراحل الأخيرة المراحل النهائية والملاعب يعني ممتلئة، ويعني بصعوبة يمكن الحصول على تذكرة، إن هذا الأمر يبدو مستحيلا حتى.